يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. صك أضحيتك من الأوقاف. نراعي جميع الضوابط الشرعية في الأضحية والتوزيع. صك أضحيتك من الأوقاف يجزئ عن أسرة كاملة. هدفنا الوصول إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة. صك أضحيتك من الأوقاف سبع في بقرة. صك أضحيتك من الأوقاف بألفي جنيه. حصنوا أموالكم بالإنفاق في سبيل الله، فأضحيتك أمانة في أيدينا. يا باغي الخير أقبل.